الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الآداب الشرعية عنوان التوفيق، وهدى من شاء من خلقه لأقوم طريق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبنية على الإخلاص والمحبة والتحقيق. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أخرج الله به المؤمنين من الكربات والظلمات والضيق. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار معهم على الطريق وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من اتقى الله كفاه ومن خافه وقاه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن من أعظم ما يجعل المرء متمسكا ومعتزا بهذا الدين ما يراه من حسن تنظيم العلاقة بين المسلم وغيره، سواء كان ذلك الغير أبا أو أخا أو زوجة أو ولدا أو خادما، فهو دين عظيم قد رتب ونظم هذه العلاقة قبل أكثر من 1400 سنة. وهذا الاعتزاز بالدين يزداد كلما رأى الإنسان غير المسلمين قد انتهوا من حيث بدأنا. فها هي الدعوات في الشرق والغرب للأخذ بتعاليم الإسلام آخذة في الازدياد. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، حديثنا اليوم عن مسألة لطالما غفل عنها الكثيرون، وهي سوء المعاملة التي يجدها كثير من الخدم والعمال من كافليهم، لا سيما وأن الإسلام لم يغفل هذا الجانب أبدا، بل رتبه ونظمه أحسن ترتيب وتنظيم. لكن بعد الناس عن الأخذ بتعاليم هذا الدين وعن العمل بما جاء به في جميع الجوانب هو الذي أدى إلى ما نراه اليوم من سوء المعاملة بصورها المتعددة، من ظلم العمال والخدم وجحد حقوقهم وضربهم والتعنيف عليهم وتحميلهم ما لا يطيقون. عباد الله، إن من أعظم الأمور خطراً على دين المسلم أن يتعلق به حق الغير من ظلم العباد بالقول أو الفعل. قال الله جل وعلا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وبين صلى الله عليه وسلم أن للظلم آثاراً دنيوية أيضاً، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيها المسلمون، لقد كثرت وللأسف في هذا العصر صور من ظلم الخدم والعمال، منها على سبيل المثال لا الحصر الضرب والاعتداء عليهم. وهذا الصحابي الجليل أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني وإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: حتى ألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال رضي الله تعالى عنه: فقلت: والله لا أضرب مملوكا بعده أبدا. رواه مسلم. عباد الله، إن من المؤلم حقا أن بعض الناس لا يحسن تصحيح خطأ العامل والخادم إلا بالضرب ومد اليد عليه وإهانته والحط من كرامته، بدلا من الرفق به ونصحه وتقويمه لأجل أن يصوب خطأه. ومن صور الظلم أيضا تعنيف الخادم
إذا أخطأ بسبه وشتمه ولعنه وبتوبيخه أمام الملأ وعدم التجاوز عن خطئه. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالإحسان إلى الناس، ومن هؤلاء الخدم، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي منكم أمرًا يضر فيه أحدًا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس هديًا في هذا الباب. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. ومن الظلم أيضا بخس العامل أجره، إما بمنعه بالكلية أو بتأخير راتبه دون إذنه، وكل هذا لا يجوز. وإن أحدنا لا يقبل أن يمس راتبه بنقص أو بأن يؤخر لساعات فضلا عن أيام وشهور، فما بالنا كرهنا ذلك لأنفسنا ورضيناه على غيرنا من الخدم والعمال. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام مرغبا بإعطاء الأجير أجره: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. أيها المؤمنون، ومن صور الظلم أيضا التكبر والاستعلاء عليهم على الخدم والعمال. فبعض الناس يتكبر عليهم لأنه غني وهم فقراء، والبعض يتكبر عليهم لأنه مخدوم وهم خدام، وذاك يتكبر عليهم لأنه عربي وهم أعاجم، وهكذا. ونقول لمن هذه صفته، يقول الله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالتفضيل هنا تفضيل دنيوي محض، وإلا فإن التفضيل الحقيقي عند الله لا يكون باللون ولا بالجنسية ولا بالفقر، وإنما يكون كما قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ومن صور الظلم أيضا بالخدم والعمال عدم الرحمة بهم، وهذا ينافي ما يجب أن يكون عليه المسلم من الاتصاف بصفة الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتتجلى الرحمة بهم بتفقد أحوالهم، فقد يكون الخادم فقيرا مدينا فلا ينبغي أن ينسى بالصدقة ولا بالزكاة، وقد يكون مريضا فلا ينبغي أن يغفل ببذل قيمة الدواء وأجرة العلاج، وقد يكون مكروبا مهموما فلا يجب أن يتخلى عنه كافله حتى تنكشف كربته وتدفع بليته. ومن صور الظلم أيضا القسوة عليهم، فبعض الناس هداهم الله يعتقد أنه بالقسوة يستطيع أن يروض العامل، ويصور لنفسه أن اللين سيفسد عليه خادمه، والحق أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه
وبارك وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي نعم الزاد الذي تدخرونه ليوم المعاد. أيها المسلمون، قد يتصور بعض الناس أن حقوق العمال والخدم تكمن فقط في إعطائهم راتبهم، وهذا تصور قاصر، فهناك ما هو أوجب من ذلك كله، وهو دعوتهم إلى الإسلام إن كانوا غير مسلمين، وتعليمهم أمر دينهم إن كانوا مسلمين. فقد يغلب على كثير من هؤلاء الجهل وقلة العلم وتسلط الخرافات، فيجب أن يكون الكثير على قدر من المسؤولية، فتأخذه الشفقة على هؤلاء فيعلمهم أمر دينهم، سيما أمر العقيدة والتوحيد، ويعلمهم الصلاة ويحثهم عليها. وعلى هذا الكفيل أن لا يتثاقل كون ذلك الخادم أو العامل يستقطع وقتاً ليؤدي الصلاة ويتعلم ما ينفعه من أمر دينه، بل عليه أن يعينه على ذلك من خلال الإطراء والتشجيع والمكافأة. أيها المؤمنون، من التنبيهات المهمة أيضاً أنه لا يجوز لك أن تضر بالخدم، ومن ذلك مخالفة الشروط التي تم التعاقد عليها عند استقدام الخادم أو الخادمة، وذلك يكون من خلال إرهاقهم بكثير من الأعمال المخالفة لما اتفق عليه، كما يصنع بعض الناس اليوم، فقد يأتي بمهنة سائق وإذا به يكلفه بعشرات الأعمال التي لم يتفق عليها ابتداءً، وهذا مخالف لأمر الله القائل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويكون أيضاً من خلال إرهاقهم بكثير من الأعمال المخالفة لما اتفق عليه، أو بتكليفهم ما لا يطيقون، أو العمل لساعات طويلة دون راحة، أو إلزامهم بالعمل في شدة الحر أو في شدة البرد. قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، أي أصحابكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري. فهذا الحديث العظيم قد أصل العلاقة بين الخادم والمخدوم، فحث على الشفقة بالخادم ومعاملته كالأخ والصديق، وليس كالخادم الفقير المحروم. وهذا يتجلى من خلال الالتزام بهذه الوصية النبوية والتأسي بما كان عليه خير البرية صلى الله عليه وسلم. ويدخل أيضاً في ذلك الشفقة بهم من خلال إعطائهم طيب الطعام وما يليق بهم من الثياب، وتطبيبهم عند المرض، وتوفير ما يحتاجون إليه من الحاجات والمستلزمات، والصبر عليهم ومعاملتهم بالحسنى. فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال، فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كرر عليه السائل السؤال مرة ثانية: كم أعفو عن الخادم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل يوم 70 مرة. أي لو أخطأ في اليوم الواحد 70 مرة فللزمك أن تعفو عنه، فكيف بمن لا يصبر عليهم حتى في زلة واحدة وخطأ يسير. إخوة الإسلام والإيمان، لقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان إلى الخدم على الدوام والرفق بهم في كل حال وفي كل زمان ومكان، فهذا الواجب الشرعي ليس مرتبطاً بردود الأفعال أو حصول بعض حوادث المستبشعة بين فترة وأخرى من بعض من يسيء إلى الخدم والعمال حتى بلغت البشاعة عند بعضهم قمتها، وفقدت النفس البشرية إنسانيتها من خلال توثيق الجريمة وتصويرها وبثها بين الناس. فعلى كل واحد أن يتقي الله عز وجل في هؤلاء الخدم والعمال، وأن يستذكر أن السبب الذي ألجأهم إلى ترك بلادهم والبعد عن فلذات أكبادهم ومفارقة أحبابهم هي الحاجة والفقر، فلا تزيدوا بسوء معاملتكم همهم هما، ولا تنغصوا عليهم معايشهم،
وتقلب صفوهم كدرا وسعادتهم حزنا وألما. واستذكروا أن الله الذي جعلك غنيا وجعلهم فقراء قادر على أن يسلب النعم منك ويعطيها لغيرك، وأن من جعلك من أهل اليد العليا لا يعجزه أن يحولها ليد سفلى تذل بعد عزة وتفتقر بعد غنى. اللهم لا تجعلنا ممن يظلم ويظلم أو يبغي أو يبغى عليه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أتمم لهذا البلد الأمن والأمان، واحفظه من كل شر وخذلان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم ونفس كربهم وفرج همهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده ووفقهما لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما إلى البر والتقوى، وهيئ لهم بطانة الخير واصرف عنهم بطانة الشر والسوء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله دار عدل وإيمان ودار أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا سدوا الخلل سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده.
عليكم ورحمة الله.